توجد العديد من الأماكن المتميزة على سطح الكرة الأرضية، منها الحدائق والبحيرات والأماكن الغريبة التي لم نستطع وصف جمالها. وكمثال على هذا الجمال نهر كانو كريستال، الذي يعتبر من أهم الكهوف الموجودة في العالم والتي يتميز بها كوكبنا. وبالرغم من كل هذه الأماكن الغاية في الروعة الموجودة على سطح الأرض، فتوجد العديد من الأماكن المدفونة تحت الأرض والمشهورة بأنها غاية في الروعة والجمال. فدعونا نذهب في هذا الفيديو إلى رحلة تحت الأرض لمشاهدة الكهوف الجميلة والمتميزة. الكهف العماني مجلس الجن. قد يعتبر هذا الكهف من الكهوف الجوفية التي وجدت في عمان والتي لم تتكرر في العالم، فقد يتميز بالحجم الكبير، ويقع في قرية فنس اليمنية بولاية قريات في ناحية الحد الشمالي من هضبة سلمة، وتم التوصل إليه في عام 1983 من قبل بعض الجيولوجيين، وهذا عندما كان دون ديفيدسون يقوم بإجراء بحث عن المياه ومصادرها في عمان، وتم تسميته بهذا الاسم بسبب وجود فتحة يمر بها الضوء، وكانت تعمل على انعكاس الضوء المتحرك، وكان أهالي تلك المنطقة يعتقدون بأنها أشباح وعفاريت تحرك هذا الضوء. كهف الكريستال في المكسيك. يعتبر هذا الكهف من الكهوف التي يوجد فيها قطع كريستال كبيرة قد تصل إلى مباني شاهقة الارتفاع، يبلغ طولها 3 أدوار. ويوجد هذا المكان تحت الأرض في منطقة تسمى صحراء شيهواهوان الموجودة في المكسيك، ويحتوي هذا الكهف على نسبة كبيرة من الكريستال الطبيعية التي تم اكتشافها في العالم، وقد يصل ارتفاعها ل30 مترا وعرضا يبلغ 10 أمتار. ويرجع تاريخ اكتشافها إلى منجم يسمى نياكل، كان مصدرا للرصاص والفضة موجود في الصحراء المكسيكية، وفي أثناء عملية الحفر تم التعرف على هذا المنجم. أكدت بعض الأبحاث العلمية أن هذا الزجاج الكريستالي تجمع تحت الأرض بسبب تفاعل المياه الساخنة مع مادة الكالسيوم سيلفايت، وكان السبب وراء هذه المياه الساخنة هو الحمم البركانية والتي وجدت على عمق كبير جدا تحت الأرض، وبدأت المعادن تخرج إلى هذه الحياة مشكلة هذه الأشكال الكريستالية الغاية في الروعة والجمال. كهف سراج النيل الموجود في نيوزيلندا. يعتبر الكهف من الكهوف التي يوجد فيها النجوم المضيئة في السماء، وتحتوي على العديد من الديدان المضيئة في أسقفه وجدرانه. ويقع كهف سراج النيل في جبال التومبورين الموجودة في نيوزيلندا، والتي تتميز بوجود العديد من الديدان من نوع غريب، وتوجد قصة غريبة وطريفة لهذه الديدان، وتتمثل في أن أنثى الديدان تطير من أجل وضع البيض الخاص بها في السقف المضاء، وبعد أن تقوم بالفقس تبدأ يرقاتها في التعلق إلى الأسفل معتمدة على الخيوط اللاصقة التي ينتج عنها ضوء مميز وواضح، وقد يكون هذا الضوء مصيدة لجلب الحشرات إليها والتغذي عليها، ومن ثم تدخل إلى الخيط وتبدأ بافتراسها، وهذا من خلال اليرقات المضيئة. كهف أيسريسن الجليدي. يتواجد كهف أيسريسن ويلت في النمسا، ويعتبر واحدا من أهم وأكبر المناطق السياحية الخلابة التي توجد في دولة النمسا، والتي توجد في قارة أوروبا بأكملها، والتي يتوافد عليها جميع السائحين من مختلف بلدان العالم، فهو يتكون من مجموعة مكعبات ثلجية والتي تتخذ هيئة أشكال مختلفة وفريدة من نوعها. ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذا الكهف الضخم يوجد في منطقة ويرفين داخل النمسا، ويصل طول هذا الكهف إلى حوالي أكثر من 42 كيلومترا مربع تقريبا، مما قد يجعل هذا الكهف واحدا من أكبر وأطول وأعظم الكهوف الثلجية في العالم أجمع. كهف الشبح. يعتقد بأن هذا الكهف هو عبارة عن فجوة منهارة، ويتميز بكبر حجمه، حيث يمكن لمروحتي هيليكوبتر التحليق والهبوط فيه، ويحتوي على شلال ماء ضخم. هذا الكهف الضخم الذي اكتشفه المستكشف تشارلز بريور كارياس لا يزال غير مقيد، كما يمكن أن يضم 2 من طائرات الهليكوبتر تطفو في فمها الرئيسي وإلى جانب شلال كبير، يمكن الوصول إليها فقط عن طريق طائرة هليكوبتر، كما أنها تقع على جدار من أبو تيبوي في ولاية بوليفار في فنزويلا. كهف الشبح لديه مدخل من 250 مترا من الارتفاع، شيء هائل لنوع من التشكيلات المماثلة من المنطقة، وكان الوصول لها معقد جدا، وتسمى هذه الأنواع من الكهوف كهف الماموث،
وتبلغ صالات العرض التي تم استكشافها حتى الآن أكثر من 355 متراً وعرضها ما بين 40 و 60 متراً، ويأتي اسمها من خلال تشكيل الحجر مع شكل فانتاسماغوريك معينة بسبب تآكل المياه، وسوف تستمر بالتوسع. كهف الباتو. تعتبر كهوف الباتو واحدة من أهم المعالم السياحية التي يرتادها زوار كوالالمبور ليرجع عمرها إلى 100 عام، وتتميز كهوف الباتو بالأصنام والأوثان التي أقيمت داخل الكهوف الرئيسية وحولها تشكيلات الحجر الجيري، ويعتبر المعبد معلماً هاماً في ديانة الهندوس. كهوف الباتو هو النقطة المحورية في المهرجان الهندوسي السنوي والذي يجذب الآلاف من المصلين والزوار، وتعتبر كهوف الباتو باعتبارها العمود الرئيسي في المهرجان الهندوسي السنوي الذي يجذب الآلاف من المصلين والزائرين. ينعقد المهرجان عادة في نهاية كانون الثاني يناير، ليبدأ الموكب في المساء قبل مهرجان التايبوسام في معبد سري يدعى ماريامان في مركز مدينة كوالالمبور. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.